أحبائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات وقفة مع السلوك. بغينا نهضر اليوم على البخل السلوكي، وتنقصد به الأشخاص اللي بعض الأحيان تطلب منهم خدمة بسيطة لكن تيتمطلوا وتمنوها عليك وكأنه غيعملش موضوع خطير. بغيت اليوم نقول لهاد الناس أنهم خصهم يفهموا أن أحد أسباب وأسرار السعادة هو العطاء. العطاء مش بالضرورة يكون مادي، متى تعطي من وقتك، من جهدك، من علم ديالك، من آرائك، يعني ممكن يأخذ أشكال متعددة، بالتالي هناك يعني كرم عطاء بشكل عام. الرسول صلى الله عليه وسلم تقول في هذا الباب: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فدائما حاولوا أننا نكون ناس تنفع الآخرين، خاصة وأن هناك عدل في العطاء، بقدر ما تتعطي بقدر ما تتخذ، ماشي بالضرورة يكونوا نفس الأشخاص اللي تردوا لك هذاك الشيء، لكن هناك عدل في السماء. فأشكركم على تتبعكم، ونذكركم كالعادة: سلوكك يحدد قدرك.